السلام عليكم. احنا لسه بنتكلم عن سلسلة العشر اماكن الاغرب على وجه الارض، والحلقة الاولى كنا بنتكلم عن غابة هويا باكي. طبعا النهاردة هنتكلم عن تاني اغرب مكان على وجه الارض، وهو مثلث برمودا. هنا يقع مثلث برمودا، وما هو مثلث برمودا، وايه الحاجات اللي بتعيش على مثلث برمودا، والحوادث اللي حصلت على مثلث برمودا. طبعا في اخر حلقة النهاردة هنتكلم عن حل لغز مثلث برمودا. لو عايز تعرف استنى معنا لاخر الحلقة. يلا بينا. مثلث برمودا ده بقى عبارة عن مسطح مائي كبير موجود في المحيط الأطلنطي. موجود فين بقى؟ بين جزر برمودا، ولاية فلوريدا، وجزر بورتريكو. طبعا سموه مثلث برمودا عشان موجود بين ثلاث أماكن، وكلمة برمودا جت من جزر برمودا. مساحة المثلث ده بقى 1,125,000 كيلو متر. لو انت مش متخيل مساحة مثلث برمودا، عايز اقول لك بقى ان مساحته اكبر من مساحة مصر. يلا بينا بقى نعرف ايه الحاجات اللي بتعيش في قاع مثلث برمودا. رقم واحد، اسماك التنين. والمسافة اللي بتعيش فيها في قاع مثلث برمودا تتراوح بين 1,000 إلى 2,000 متر تقريبا. الاسماك دي منظرها مخيف ومرعب. رقم اتنين، الحبار، يعني بمعنى مصاص الدماغ، وده بيمتلك اكبر عيون في العالم مقارنة بجسمه. لو الحبار ده حس بخطر جاي ناحيته بيعمل ايه؟ بيقلب جلده وبيظهر شوك على جسمه. تلاتة، الانقريس المبتلع. والسمكة دي بتعيش في قاع المحيط وشكلها زي ثعابين البحر. اربعة، القرش العفريت، وهو من ابشع انواع القروش على وجه الارض. القرش ده الوحيد الموجود من فصيلة منقرض، وده طوله بقى حوالي 4 متر، وبيطلق عليه اسم القرش مصاص الدماء. هل هي دي المخلوقات اللي بتعيش داخل مثلث برمودا بس؟ الله اعلم، ممكن يكتشفوا حاجة تانية او لا. دلوقتي بقى هنتكلم عن اشهر الحوادث اللي حصلت داخل مثلث برمودا. رقم واحد، حادثة السفينة روزاليا الفرنسية. 1840 كانت السفينة روزاليا تعبر مثلث برمودا واختفت نهائيا، ورغم البحث المتواصل ما قدروش يوصلوا لحاجة نهائية. بس بعد فترة كبيرة جدا من اختفاء السفينة روزاليا ظهر، بس ما عليهاش اي اثار بشر نهائي. جينا بقى الرقم اتنين، الرحلة 19. 1945 اختفت 5 قاذفات للبحرية الامريكية اثناء التدريب، بس حبوا يشغلوا دماغهم، بعتوا لهم طيارة انقاذ اختفت هي كمان. جينا الرقم تلاتة، الطيارة ستار تايجر. الطيارة دي بقى كان عليها 25 راكب، وكانت معدية من فوق مثلث برمودا وانقطع عنها الاتصال نهائيا واختفت هي كمان. هنا بقى الاهم نقطة في حلقة النهاردة، وهو حل لغز مثلث برمودا. الناس كلها كانت بتقول ان المنطقة دي خطيرة، وايه الحاجات اللي بتعمل ده كله، فالناس تخيلت ان جن اللي بيعمل كل ده، لحد ما جه العالمين الاستراليين جوزيف مناجا وديفيد بي، قالوا ان هم قدروا يوصلوا للي بيحصل داخل مثلث برمودا. قال ان السبب الاساسي والرئيسي في اختفاء السفن والطيارات في المنطقة دي ان المنطقة دي فيها غازات كثيفة، وخاصة هيدرات الميثان. ده بيؤدي لتجمع فقاعات ضخمة، والفقاعات دي بتأثر على السفن ان هي تبقى طافية على سطح المحيط. تفسير ده بقى منطقي الى حد ما بالنسبة للسفن. طب بالنسبة للطيارات؟ قالوا بقى بالنسبة للطيارات، لو في انفجار في غاز الميثان ده عنده القدرة ان يسحب الطيارة وما يخليهاش تعدي فوق مثلث برمودا. ده طبعا كان تفسير العالمين جوزيف مناجا وديفيد بي. بالنسبة ليك انت بقى، تتفق مع اللي قالوا العالمين ولا تختلف؟ ولو تختلف هل عندك تفسير؟ لو ليك تفسير تاني اكتبه في التعليقات. عجبتك حلقة النهاردة، انزل اعمل الاشتراك اللذيذ كده في القناة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.